ملاحظة هامة، يعني أن المريض في مستشفى الطب النفسي يكلف الدولة 150 دينار يوميا إقامته في المستشفى، فهذه الإقامة يجب أن تكون يعني مقننة، يعني يجب أن تكون هناك مواد لا يعني لا تدع أي تلاعب أو استغلال. وأيضا المرافق الخاصة، المنشآت النفسية الخاصة أيضا تكلف أهل المريض 150 دينار في الليلة، إضافة إلى العلاج، والعلاج الأدوية النفسية من أغلى الأدوية.